وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقدر دوما علاقاتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، قال إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع، داعيا إلى الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات. احنا سياسة مصر دايما سياسة بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي انا عايز اقول ان انا بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محليه، انا بتكلم على موضوعات خاصه بعلاقتنا مع اشقائنا، وده امر يا جماعه ننتبه ليه كويس. طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضه اللي عايزه تعمل فتنه بيننا وبين الاشقاء؟ احنا علاقتنا طيبه بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهارده. احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية ابدا ومنضبطة جدا، وبالتالي ما يصحش ان احنا يعني نسيء لأشقائنا. ومش هقول نسيء بقى، وما ننساش ما ننساش وقفة أشقائنا معانا. فين لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم.